ويسعد لي وقاتكم جميعا. يعني اليوم بسوي معكم وصفة لذيذة لذيذة بيحبونها صغار والكبار. بسوي كرات البطاطس المحشية. طبعا الحشوة أنتم تتحكمون فيها على حسب ما تحبون، لحمة مفرومة، دجاج مفروم، حبيتوا جبنة موزاريلا، اللي تبون. بالنسبة لي أنا راح أحشيها بحشوة دجاج مفروم مع ذرة وجبنة، شيء كذا لذيذ من الآخر. المقادير جدا سهلة. عندي هنا بطاطس مسلوقة، راح أهرسها مع شوي حليب وجبنة موزاريلا وتشيدر وكزبرة أو بقدونس حسب ما تحبون، وشوي قطعة صغيرة زبدة وملح وفلفل أسود. بعد ما أخلطهم وأهرسهم مع بعض زين، راح أحشيها بحشوة دجاج مفروم مع ذرة. طبعا الذرة اختيارية، حمصة الدجاج المفروم أو اللحم المفروم اللي أنتم يعني معتمدينها، مع شوي بهارات وملح وبصل وثوم طبعا وفلفل بارد أنا حاطة. ممكن إذا حبيتوا تخلونها بحشوة الجبن الموزاريلا على حسب ما تحبون. عموما أنا بحط الدجاج المفروم ومعاه جبنة موزاريلا عشان تعطيها طعم ألذ وألذ وألذ. هذه البطاطس بعد ما هرستها تحتاجون تقريبا من ملعقة إلى ملعقة ونص من الدقيق الأبيض عشان تتماسك معكم. بعد ما تهرسون البطاطس تاخذون كذا قطعة وتبططونها وتحطون من الحشوة شوي من جبنة الموزاريلا وتسكرونها كذا بهداوة بحيث أنكم تسكرون كل الفتحات عشان ما نبي الحشوة تطلع. حاولوا تكورونها زين. هذه هي بعد ما تكورونها كذا تغمسونها بالدقيق وتخلونها على جنب لين تنتهون من الكمية، وبعدين يتغمس بالبيض والبقسماط أو إذا حبيتوا بالدوريتوس اللي تبون. أخلص وارجع لكم. الحين هذه كرات البطاطس بعد ما حشيتها بحشوة الدجاج والذرة وغمستها بالدقيق. هنا عندي حبتين بيض، حطيت عليها شوي ملح وفلفل أسود وكمان شوي بهارات إيطالية وزعتر بري تعطيها نكهة. والتغطية النهائية راح تكون خليط من الدوريتوس وبسكوت مالح، أي بسكوت مالح عندكم، وشوي من البقسماط الكوري. طبعا التغطية على حسب ما تحبون، بس أنا حبيت أن تكون التغطية كذا فيها يعني شوي ملوحة تعطيها طعم ولذة وقرمشة أكثر. نأخذ الكرات ونحطها بالبيض، طبعا هي خلاص مغمسة بالدقيق وجاهزة، وبعدين نحطها خليط الدوريتوس والبقسماط والبسكوت المالح، يعطيها قرمشة ترى على فكرة غير شكل. كذا تكون جاهزة هذه الكرات. بعد ما خلصنا بدخلها فريزر بس تتماسك شوي التغطية، وبعدين راح أقلها بالقلاية الهوائية عشان أبي أخليها بطريقة صحية. طلعتها من الفريزر بس دخلتها شوي بالفريزر يعني تتماسك التغطية، والحين ببدأ أقلاها بالقلاية الهوائية. بعد ما سخنت القلاية الهوائية، طبعا زي ما قلت لكم لازم تسخنون القلاية، نفتحها الحين وراح نرشها بشوي من بخاخ الزيت ونحط كرات البطاطس. خلاص بسكرها، طبعا هي ما تشتغل إلا إذا تسكرت يعني هذا أمان، وبخليها تقريبا ربع ساعة. وهذه كرات البطاطس وخلصت. تصدقون انها ما اخذت ولا 10 دقائق، على طول تحمرت. هي اصلا كل شيء فيها مستوي بس هي عملية التحمير. وبالعافية.